السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل، دائما مع الحلويات الجافة. اليوم جبت لكم حلوى يجي في العجينة تاعها مع الزبدة، نزيدو الجبن، يجي الجبن مع الزبدة، يجي بنين بزاف هذا الكاطو. والوصفة قديمة جدا، لكن انا اليوم عملتها بشكل كوفريت منزلي، لان الوراق اللي راني ماشي نخدم به اللي يغولو في هذاك يعطي هذاك الرص نتاع الكوفريت، واللي ما عندهاش هذا الورق والثمن تاعو ماشي غالي بزاف، 200 دينار فقط. اللي ما عندهاش نوري لكم في الفيديو تقدروا تستخدموا هذوك ليمون اللي راهم كذلك الثمن تاعهم راه رخيص بزاف. كانوا بزاف الاخوات طلبوا مني هذا الوصفه. نمشي نشوفوا مع بعض مقادير وطريقه تحضير هذه الحلوى الجافه. ما تنساوش تدعموني بلي لايك بلي بارتاج، واللي اول مره تزور قناتي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. نمشي ونتابعوا الوصفه وفرجه ممتعه. ولتحضير هاد الحلوى نحتاج هنا 250 غرام تاع الزبده تكون بحراره الغرفه، رشه ملح، ملعقه صغيره تاع الخماره الكيميائيه، هنا 4 تاع المثلثات تاع الجبن. هنا السيدات لكان عندكم الجبن عندكم تاع الميزان وزنوا، هنا الحبه توزن 14 غرام، دونك 14 ضربوها في 4. ونحتاج هنا 2 معالق كبار تاع السكر والفرينه. الفرينه كي نكمل نقول لكم انا شحال دخلت لي اكزاكتومون. دونك هادو هما اللي نحتاجوهم في هاد الحلوى. نبدا نخفق رشه الملح مع الزبده مع دوك لي بورسيون تاع الفرماج 4، وانا كل مثلث فيه 14 غرام، ونزيدو دوك 2 معالق انا نعملهم مملوئين تاع السكر، وبالباتور نخدمهم جيدا حتى تولي لنا على شكل كريمه. هنا قبل ما نضيف السكر نخفق قبل هاد الجبن مع رشة الملح مع الزبدة جيدا عاد نضيف السكر. شوفوا كيفاش رجع لنا الخليط، رجع كيما كريمو بوغ. نأكد لكم دائما البنات باش تنجح لكم الوصفات، السكر عملوا هكذا 2 معالق مملوئين، ونخلطوا دائما باش يعاود يزيد لنا يذوب داك السكر، ما نخليوهش ما يذوبش. شوفوا كيفاش اصبح كي الكريمه السكر كليا ذاب. الان نبدا نضيف الفرينه. الفرينه هنا نقول لكم شحال دخلت لي، وديك الملعقه صغيره تاع الخماره الكيميائيه، ونجمع باليد نزيد هنا غير باش الفوي هادو يهبط لي هذاك اللي راه فيهم، ونبدا نجمع باليد. تحصلت على هاد العجينه، تخلي هنا 350 غرام تاع الفرينه. انا نعملها في بلاستيك اليمونتير، ندحيها في الثلاجه تريح نص ساعه، ونعاود نوليو باش نشكلوها مع بعض. تركت العجينه ارتاحت مده نص ساعه، نبدا الان نشكلو فيها دائما على قطعتين تاع بلاستيك. انا هاد البلاستيك توجراني نقول لكم بلي تاع الديور تاع اللي يجي بين الورقه والورقه، نحتفظ بهم دائما ونخدم بهم، بصح كي نكمل هكذا مباشره نرميهم. نبسطها هنا، نبسطو على هاد الشكل حوالي 5 مليمات ل 6، ونرفد هاد الوراق. شوف، ونعمل به باش يخرج لي الديسان، يخرج هنا الديسان تاع الكوفريت. ونقطع هكذا على شكل مربع. انا راني نمد لكم افكار، عندكم هذا ما عندكمش عملوه سامبل. بالنسبه لهذا الورق الثمن تاعو هي 200 دينار 20. طبعا راني نسخن الفرن على درجه 160 درجه مئويه. شوفوا السمك تاعو شحال عملتو، 160 درجه مئويه، نعملوه يطيب ياخذ لون ذهبي خفيف، ونعاود نخرجوه باش نزينوه. ولا ما كانش عندكم متوفر هذا الوراق نستعملوا هذا المول تاع الكوفريت، هذا راه متوفرين بزاف الاخوات سالوني عليه. شوفوا الديسان
نخدمو به. هنا كما راكم تشوفون راني نخدم بهذا الشكل المربع وراني نخدم بهذا الشكل الطويل، اللي يكون متوفر عندكم خدموا به. هنا بعد ما طابلنا الكاطو، هنا شوفوا كنت عملت وحدين سامبل، ما عملت لهمش الرسم، عملتهم غير سامبل. الان نحتاجوا باش نزينوا هذه الحلوه، نحتاجوا لهذه الحلوه الدقه هكا. انا شوفوا هذه شريتها من هنا، وهذ الزوج نوع جايبينهم لي من فرنسا، باش هكذا كي تجي الاسئله تعرفوا هذه ما شريتهاش من هنا، بصح متواجده كاينه. شونتي بودرة الشونتيي، ماء بارد، ونحتاج لاباط داغوم فرومبواز شوكولا، ونحتاجو طبعا الشوكولا. راني عملتها الدوب، راني عملنا الشوكولا بالحليب راه الدوب. نبداو نطلع الشونتيي بالماء ونعاود نولي لكم. بالنسبة لهاد الحلوة هايدي شوفو، هادي كاينة تاع الجزائر، هادي شريتها بستين دينار، كاينة في الفيغ، في البلون، في الغوز، كاينة في الموف، كاينة في الأورانج، وهادو شريتهم بالميزان. هادو اللي راكم تشوفوهم راني عملتهم هكذا. دونك لكم الاختيار، انا نوري لكم اسم متواجد ولكم الاختيار. نقسم هاد لا شونتيي باش نعملو لاباط داغوم، نقسموها حتى كي نطلعوها مع الماء بارد. تقدروا تطلعوها بالحليب بارد، انا بصح نحب نطلعها غير بالماء، ونزيدو لاباط داغوم بايزون فرومبواز. انا عندي فرومبواز، راه عندي بيستاش، عندي شوكولا، عندي بندق، عندي نزيدو ونعاود نباطيوها. نرفد هكذا شويه تاع لاباط داغوم بهذا البيك. هذه احدى الاخوات في لي كومونتير حسباتها مشطه، حسباتها مشطه، عملت لي ملاحظه قالت لي الاخت ما تخدميش بالمشطه. هذه مش ماشي مشطه، هذه ان بيك راكو تشوفوا فيه. هادو سي دي بيك، هادو تاع الشوا. نخلطو ونشوفو لا كولور اللي نحصلو عليها. هنا تعطينا الذوق وتعطينا اللون. وهذه ستلها لاباط داغوم شوكولا. دونك هادو هما لي كريم تاعنا وجدناهم، الشوكولا دابت. الان نوريكم كيفاش نعمل. بالنسبه لهادو الطوال اللي عملتهم على شكل كوفريت، نعملو وحده سامبل في الوسط، وهادو اللي عملنا لهم ديسام بالوراق ولا بداك المول، نعملو وحده من تحت وحده من الفوق. دونك نرفدو هكذا ونعملو شويه كريمه بايزوب. هنا هنا نعمل لي بداو الفرومبواز لي شونتيي سامبل. ما كاش عندكم لي بات داغون، عملوها بيضه سامبل شونتيي وخلاص، ولا تقدروا تزيدوا تخفقوها مع شويه تاع الشوكولا لي طالي. نزيدوا هاد، عفوا نزيدوا هاد السامبل، ونعاود هنا نخالف نعمل الشوكولا، عفوا شونتيي بلا بات داغون شوكولا، ونبلعوا هكذا الحبه. يجينا كيما الكوفريت من ثلاث طبقات. بالنسبه لهذه نعملوا لها هذه الشونتيي لي بلا بات داغوم داغوم شوكولا، هذه اللي عملنا لهم بشكل كاري. انا ندير لكم زوج اشكال تاع التزيين، وانتم كيما تحبوا عملوا عملوا. هنا نعمل لها الشوكولا، هنا نعملوا على شكل مثلث هكذا، نعملوا الشوكولا النصف فقط. نحطوها هكذا تنشف. انا توجور نحطها على بابي كويسون. وبالنسبه لهاد الحلوه اللي كنت وريتها لكم، نعملوا لها شويه في هذا اللي عملناه تاع الشوكولا. انا نحب نزين هاد الحلوه هكذا، هاد لي صابلي وهذا للاطفال. نكمل بنفس الطريقه ونعاود نولي لكم. وبالنسبه لهذا اللي عملته على شكل كوفريت، هنا راني حابه نعملو انا دي زيكزاك تاع الشوكولا. تحبوا هنا ما تعملوش، ما تعملوش، يبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا تاع اليوم، اللي سميتها انا بالكوفريت المنزلي.
هنا فقط ملاحظات، تقدروا تبدلوا التزيين ما تعملوش كما اللي عملت انا، تعملوا له الريسال تاعو في الشوكولا كذلك، هكذا يعجبهم الاطفال، يعجبهم هذا النوع من الحلويات. هذه هي بالنسبه للملاحظه تاع اليوم، بالنسبه للوصفه تاع اليوم نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش الا جربتوها تخليوا لي التعليقات. في الاخير نشكركم على المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.